آه يا ليالي المطر، رجعت الشتوية هي وهي. آه سيد المشهدانية، رجعت الشتوية. رجعت الشتوية. اي والله غنتها فيروز. عندهم مثل يقولون معقول تشتي بأيار وتفلت على الدنيا كلها؟ اي والله. ضربة طلعة يصير نزول. اي والله والله هاي بلبنان. رجعت الشتوية شوش حالات منطقة الشامية. هاي الشامية. اي والله اللهم اجعلها سقيا رحمة. امين امين. ولا تجعلها سقيا. كويتين يقولون صخة طيبة النافعة صخة. اه والله. وهذا فريج 36 ومنك 37 يسمونه الصيني. ما شاء الله جو مطر، جو حلو وجو لندني. سيد بو مجدي جو لندني. القطاوة قاعدين تحت السيارات. اي والله جوعانة. تقولوا رحتوا خليتونا. ابو مجدي رجعت الشتوية. اي والله رجعت الشتوية. يا رب يا رب. شنو فوائد المطر سيدي؟ المطر اول شيء في خير للبشر وللشجر. الله. وفي خير للارض، خير الارض من خير السماء. الحيوانات تستفيد، الله. البشر تستفيد. شو ربيت من غنم خالو؟ ها؟ الاغنام. ما في نبي من الانبياء الا سرق. لا انت طبعا النبي. انت شو ربيت؟ احكي لي. ما بدي اياك شو ربيت؟ ما غنم نعيمي. مدى حلب. ما شاء الله على وادي العزيب، وانت رايح على ابو رجمين على قصر ابن وردان الباديه السوريه. مدد مدد.